عايزين بقى نعمل طبق كده برضو خضار، في ناس بتحب تاكل الخضار فريش. هنعمل ايه؟ هنجيب كده الجرجير، ممكن نحطه كده. نجيبه كده خلاص. ونجيب زيت الزيتون او زيت عادي، بصوا انا بحب الحاجات دي بزيت الزيتون بتبقى لطيفه. هنجيب سماق، هنجيب خل بلسمك، ممكن خل عادي لو ما عندناش. هنحط كده عين الجمل كده، وهقلب. هو احنا عندنا فاصل تاني ولا خلاص كده؟ خلاص اوكي. وهنقلب كده بالبصل مع الحمص. بصوا حطيت جرجير وبعد كده قلبت الزيت الزيتون مع خل بلسمك، خل عادي، خل تفاح، خل عنب اللي انتوا عايزينه، مع بصل احمر وحمص وسماق، وهنحطه بالطريقه دي مع عين الجمل اهو. خلاص تمام. فين الكيوي بقى؟ اهو الكيوي. هو انا بس كنت المفروض احط عين الجمل فوق الوش كده عشان يبقى باين. الكيوي اهي. خلاص كده النهارده عملنا ايه؟ عملنا سلطه جبنه فتة مع الطماطم الشيري والكيوي اللي فرمناهم مع زيت الزيتون وعين الجمل، وبعد كده حطيناهم كده على الجبنه الفته اللي بزيت الزيتون، وقدمناه ديبنج مع العيش براون بريد او وايت عادي لبناني، اي حاجه مقرمشه كده هيبقى لطيف جدا. عملنا كمان سجق بالسويت اند شيلي صوص بالزيت صاني معاه فلفل الوان وبصل وثوم، كان برده لطيف جدا وجميل جدا.